من جهة لدينا أمير عشيرة الأوتسوتسوكي كابوس البطل باروتو، أوتسوتسوكي موموشكي. من الجهة الأخرى لدينا أوتسوتسوكي إيشيكي الرجل الذي جلد ناروتو وساسكي مجتمعين وهدد عالم الشينوبي وتسبب بأحد أكبر الكوارث في قصة باروتو وهي موت الكيوبي كوراما. في هذه الحلقة يا جماعة سنجيب على سؤال لقد شد الجميع، سؤال لا يزال يدور في عقول جميع عشاق قصة باروتو: من هو الأقوى، أوتسوتسوكي موموشكي أم أوتسوتسوكي إيشيكي، الأمير أم الأسطورة إيشيكي؟ في هذه الحلقة سنتعرف على الإجابة، ولكن قبل ذلك بحالك مشترك واشترك، حط لي لايك وتعليق وليتس جو في هذا المقطع الأسطوري. طيب إذن يا جماعة، كبداية للفيديو يجب أن نتكلم عن الأوتسوتسوكي الاثنان اللذان قد ظهرا في قصة باروتو. شاهدنا في نهاية قصة ناروتو ظهور أوتسوتسوكي كاغويا والتي تعرف بأم العالم أو أم البشرية، والتي كانت هي المصدر الأول للشينوبي والأم الكبرى للشينوبي. ظهر ناروتو ساسكي والفريق السابع الذين قد وقفوا أمام كاغويا وبالكاد قد تمكنوا من إيقافها. كان ذلك تعريفا على عشيرة جديدة، عشيرة خالدة تسكن خارج كوكب الأرض والتي تدعى بالأوتسوتسوكي. إذن هنا يا جماعة شاهدت تلك القوى المرعبة الخاصة بكاغويا. لقد ظننا أن النهاية كانت عند كاغويا، لن يظهر أشخاص آخرين قد أتوا من أجل كاغويا، رغم أن الأنمي قد نمح في الكثير من المرات أن هذه العشرة ستظهر يوما ما، وأن نهاية ناروتو ستستكمل عندما شاهدنا في أحد الحلقات أن كاغويا كانت تنظر إلى السماء وكانت يعني نوعا ما خائفة لظهور شخص ما يلاحقها. مرت السنوات، أصبح ناروتو هو الهوكاجي والساسكي كان يقوم بالخروج من القرية ويقوم بالتقفي حول آثار هذه العشيرة، كما أنه أيضا وجد قصرا خاصا بكاغويا. في أحد الحلقات ظهر شخص ما، ظهر شخصان، كان الأول هو أوتسوتسوكي موموشكي والثاني كان كينشيكي. هناك إذن لقد تم التعريف على أن موموشكي يعتبر هو أمير عشيرة الأوتسوتسوكي، تهاجم على اختبارات تشونين تسبب الفوضى العارمة في عالم الشينوبي. أما بالنسبة لإيشيكي فقد تعرفنا عليه لاحقا بعدما ظهرت الكارما الخاصة بباروتو، تعرفنا أن هناك أوتسوتسوكي آخر أتى إلى كوكب الأرض منذ ملايين السنين. لقد أتى مع كاغويا، ولكن هذه الأخيرة قامت بخيانة إيشيكي وقامت بطعنه من الخلف، وذلك الذي سبب في ضعف كبير لإيشيكي الذي كانت قد نجي من الموت وكان يأكل يعني داخل جسد شخص ما يدعى بجيجن والذي أصبح وعاءه. ولكن المشكلة أن جيجن ذلك ضعيف جدا، لا يمكنه تحمل قوة إيشيكي الكبيرة، ولهذا السبب بدأوا في مهمة البحث عن وعاء خاص بأوتسوتسوكي إيشيكي. وبعد الكثير والملايين من المحاولات الفاشلة جدوا الشخص المناسب والذي كان يدعى بكاوكي فتى قوي جدا يمكنه تحمل تلك القوى المرعبة، وهناك تعلمون التكملة. إذن شاهدنا قتالان اثنان كانا من بين أقوى القتالات في عالم باروتو لحد الآن. القتال الأول ناروتو ساسكي ضد موموشكي، وذلك القتال الذي لا يزال لحد الآن رقما صعبا في اليوتيوب بسبب عدد المشاهدات الهائل الذي ناله هذا القتال. أين شاهدنا أن ناروتو ساسكي بأقوى حللهما لقد تقاتل مع أوتسوتسوكي موموشكي الذي أظهر لنا قوة مرعبة وأظهر لنا الكم الهائل القوة التي يمكن لأوتسوتسوكي أن يقوم بإظهارها. أما القتال الثاني كان ناروتو ساسكي ضد إيشيكي، وين شفنا أن ناروتو ساسكي تم تجلدهما بطريقة جد أسطورية، فجميع عشاق ناروتو ساسكي ما كانوا يتمنون أبدا ظهور ذلك اليوم الذي سيتحول فيه الاثنان إلى سلة ملاكمة. ولكن بعد تضحية كبيرة جدا من ناروتو والكيوبي وإظهار طور الباريون، لم تمكن ناروتو من إنقاص حياة إيشيكي، وقد تكفل كاوكي بإنهاء أمر إيشيكي الذي مات مرة إلى الأبد. ولكن موموشكي بعد أن تم قتله وتدميره عن طريق باروتو لا يزال يعني داخل جسد باروتو، وذلك بسبب الكارما التي زرعها في الفتى الأوزوماكي. إذن هنا نقوم بكلام والمقارنة، يجب أولا أن نبدأ بتقنيات الإثنان وما مدى القوة الذي يمتلكه الإثنان، كما أنه أي
أيضا اللقب لديه دور مهم في هذه المقارنة، فلماذا تم التعريف على أن موماشكي يعتبر أمير وإيتشيكي لم يظهر أي شيء عنها؟ وهناك شيء آخر، كل الكلام والأشياء التي عرفنا عن إيتشيكي كانت من لسان أمادو، وما الدليل الذي يؤكد لك أن أمادو لا يخفي شيئا ما حول إيتشيكي وهو صادق حول كلامه حول إيتشيكي؟ وكيف علم كل هذه الأمور حول إيتشيكي والأوتسوتسوكي؟ هنا يدخل الاحتمال الذي يقول أن أمادو والآخر يعتبر أوتسوتسوكي بنسبة كبيرة جدا، ولكن دعونا نستكمل الآن في هذا الحديث. بدأ بصاحب أقل كم من المعلومات والذي هو إيتشيكي. أوتسوتسوكي إيتشيكي أتى إلى كوكب الأرض مع كاغويا، يمتلك جوجيتسو قوي جدا وجديد يدعى بالدارمانجان، ولديه قدرتان اثنان قويتين جدا وهما سيكونا هيكونا إضافة إلى الدوتوكتون، آلية عمل هاتان التقنيتان. هناك تقنية تمكنه من تقليص نفسه وتقليص الأشياء، وذلك الشيء الذي جعله يعتبر شخصا خطيرا للغاية، فيقوم بالهجوم على شخص ما بشيء لا يمكن رؤيته ولكن يكبره عندما يصل إليه، ذلك الذي سبب الكثير من الأضرار لناروتو ساسكي، كما أنه أيضا يمكن لإيتشيكي أن يتفادى الهجمات بطريقة مرعبة وذلك عن طريق تقليص نفسه. وهناك شيء آخر، وهو أنه يمكن لهذا الأخير أن يقوم بإخراج مكعبات وإخراج أسلحة أيضا من بعد آخر، وذلك بفضل القدرة الثانية الخاصة بهذه العين. يمتلك جسد قوي صلب جدا، يعني مقاتل تايجيتسو من الطراز الرفيع. لقد تمكن من مجارات ناروتو ساسكي حتى أن هجماته كانت أقوى بكثير، وذلك الذي يؤكد لك أن هذا الأخير يعتبر شخصا قويا جدا المقارنة بالتنجيتسو. لم يظهر أي شيء عن استعماله للنينجيتسو أو استعماله لقدرات من هذا القبيل، ليس سيافا، فلم نره يقوم باستعمال الكينجيتسو والمسيفة ولا حتى أي شيء من القدرات البصرية التي تعودنا عليها في قصة ناروتو. إذن هذا هو أول شيء ظهر حول هذا الشخص. أما عن أوتسوتسوكي موماشكي فجهزوا فقط ورقة وقلم، لأنه حدد المعلومات الذي نحتوي على هذه الشخصية شيء رهيب. بالكلام حول أوتسوتسوكي موماشكي، فهذا الشخص يا جماعة يمتلك أربع أعين مختلفة، عينان اثنان هما البياكوكان اللتان قد ولد بهما، ذو قدرات فريدة جدا، يمكنه رؤية كل شيء على المدى البعيد، يمكنه رؤية المستقبل عن طريق تلك العين، كما أنه أيضا لديه عينان اثنان في يده واللتان تعتبران رينينغان. العين اليمنى تقوم بامتصاص كل أنواع النينجيتسو، والعين اليسرى يمكنها إطلاقه وتضخيمه بشكل لم يسبق له مثيل. أوتسوتسوكي موماشكي بفضل هذه القدرات فهو يمكنه النسخ أي قدرة يريدها، وذلك الذي ظهر بعد أن قام بالسيطرة على بوروتو وظهوره بحلة بوروشكي، فهو يمكنه استعمال الراسينغان، وذلك الذي كان أمرا مبهرا للغاية، كما أنه أيضا يمكنه استعمال كل أنواع الجوتسو أي كل أنواع الشاكرا، فيمكنه استعمال الحمام العناصر الخمسة حتى الجليد وإظهار وحش من الجليد الفخم والكبير جدا. يمكنه أيضا استعمال الأسلحة الحمراء، فرأينا ذلك خلال قتال ناروتو ساسكي، كما أنه أحد إنجازاته المرعبة أنه قد تمكن من جلد كل من الكاغي، إضافة أيضا شاهدناه كان قويا جدا أمام ناروتو ساسكي، ولكن في النهاية لقد مات بعد الكثير من المحاولات بعد عناء كبير من ناروتو ساسكي. إذا شاهدنا أنه موماشكي لقد تم تدميره عن طريق أودامارا سينغان خاص بباراتو، أما عن إيتشيكي فقد مات بسبب إنقاذ حياته من طرف ناروتو الذي استعمل طور الباريون القوي جدا. ولكن السؤال الذي يطرحونه يا جماعة، أنه بما أننا نعلم جيدا أن موماشكي تعلمنا كل المعلومات عليه عن طريق شخص واحد والذي هو أمادو، فهناك الكثير من الأسرار التي لم تكشف، كما أنه أيضا عاد إيتشيكي بجسد مهترئ ليس قويا، وأظن أن ذلك السبب الذي خلى من إيتشيكي لم يستعمل قوته الكاملة وقدرته المرعبة. إذن هل يمكن أن نقول أن إيتشيكي بكل هذه الأسباب هو أقوى من موماشكي الذي لا يزال لحد الآن موجود في القصة، لا يزال يستمتع بمعاناة باروتو، يرى المستقبل، يوقف الزمن، يستعمل قدرات جد مرعبة؟ أظن يا جماعة أن الإجابة بسيطة حول هذا السؤال. القوة الخاصة بموماشكي ظهرت جلها، ولكن إيتشيكي لم يظهر كل شيء، ولكن نظرا للأحداث وما شاهدناه وبسبب ذلك
فأظن أن موماشكي لو دخل في قتال ضد إيتشكي فسيكون المستوى متقارب جدا، ولكن مع أفضلية قليلة بالنسبة لموماشكي. فموماشكي يستعمل جميع العناصر الطاقة، يستعمل جميع أنواع القتال، سياف، كل شيء يمكن لشخص يستعمله موماشكي إذا قد وجد الثغرة الخاصة بإيتشكي وهي إيقاف ذلك التقليص. فأظن أن موماشكي سيتفوق في الأخير على أوتسوكي إيتشكي. أظن أنكم حصلتم على الإجابة الوافية والكافية في هذا الفيديو. بحالك استمتعت، ما عليك سوى تارك لايك وتعليق واشتراك، وسنلتقي في المقطع القادم.